انا عشت فترة فترة، انا هقول الصراحة، يعني فرق السن ده بيعمل معاناة شديدة جدا جدا جدا. الغيرة، اولا ما اخرجش لوحدي، ما اروحش عند امي اللي هي بالنسبة لي نور عيني اللي انا بشوف بيها، ما ردش على التليفون. التليفون يعني هتقولي طب ما هو لو يطلبك من بره هيطلبك ازاي؟ هو يرن مرتين وفي الثالثة أبقى عارفة إن هو فأقول ألو. أوف للدرجة هذه. كل ما يجي هيسافر خارج البلاد، مثلا عنده معاينة في حتة أو أي حاجة، التليفون ما يرنش عندي في البيت خالص خالص. فأطلب ماما، يا ماما أنت ما بتطلبينيش ليه؟ تقولي هو أنت بتقعدي في البيت؟ أنت ما بتقعديش في البيت؟ ما بقعدش في البيت، ما أنا قاعدة في البيت، انا ما بتحركش. فضلنا نبحث 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 لما اكتشفنا، والكلام ده جديد ما تقلش ابدا اللي بقوله لك ده بالليل، لما اكتشفنا انه مع كل سفرية تليفون البيت بيتغير، تليفون البيت حتى امي ما تعرفش تتصل بيا. لغاية ما مرة قلت له انت بتغير التليفون، يعني حتى امي مش عارفة اكلمها ولا هي عارفة تكلمني. بدأت الخلافات تشد بينا وبين بعض قوي قوي قوي. جينا هنعمل كنوز، كنوز ده احنا المفروض هنسافر في بلد في الواحات، في حتت كده في الصعيد. فهو جه معانا، كان الاخراج لنيازي مصطفى. برضو الغيرة كانت شديدة جدا جدا، ولان بين كل شط وشط انا قاعدة معاه ومش قاعدة مع الاستاف.